عن مولانا أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من أراد أن يعلم أنه من أهل الجنة فليعرض حبنا على قلبه، فإن قبله فهو مؤمن، ومن كان لنا محبا فليرغب في زيارة قبر الحسين عليه السلام. فمن كان للحسين عليه السلام زوارا عرفناه بالحب لنا أهل البيت، وكان من أهل الجنة. ومن لم يكن للحسين عليه السلام زوارا كان ناقص الإيمان.